مساء الخير جميعا، نرحب بكم كما نرحب باسمكم بالأستاذ حسن الحلواتي الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين، كذلك الدكتور الباحث جعفر أكبري في هذه أكبر جعفري عفوا يلا كله واحد في هذه الندوة ذات الشجون، وهي التي تدور حول موضوع البحرنة والوظائف وسوق العمل. حقيقة موضوع البحرنة والوظائف هي مشكلة متأصلة في الاقتصاد في البحرين منذ سنوات طويلة، بحكم ضعف تنويع القاعدة الإنتاجية وطبيعة الأنشطة اللي قاعدة تولد وظائف للعمالة الأجنبية أكثر ما تولد وظائف للبحرينيين. لكن خلال سنتين ثلاث سنوات الأخيرة أضيفت لهذه العوامل حقيقة ما يسمى بسياسات النيو ليبرالية التي فتحت الاقتصاد على مصراعي، وبات سوق العمل متحرر بالكامل أمام حرية حركة العمالة الأجنبية من خلال الفيزا المرنة والآخره، وكذلك يعني استيلاء الأجانب على الاقتصاد من خلال حرية تملك السجلات التجارية. وطال الأزمة رجال الأعمال نفسهم، واستيلاء الأجانب على السجلات يؤدي بدورة أيضا إلى تفاقم البطالة، باعتبار أن تملك الأجانب للنشاط الاقتصادي بطبيعة الحال سوف يضعف من توليد الوظائف للبحرينيين. لذلك في هذه الندوة نحاول نلقي الضوء على هذا الجانب. نستمع أولا للأستاذ حسن حلواتي، ثم نستمع ثانيا للدكتور حول هذا الموضوع وما هي تصورات الخروج من هذه المعضلة الكبيرة. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر جمعية التجمع القومي الديمقراطي على إتاحة الفرصة لإثارة هذا الموضوع المهم، وأرحب بالحضور الكرام والحاضرات الكرام أيضا السيدات. و نبدأ هذه الندوة بمقدمة بسيطة. طبعا في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن سبب تأخر توظيف البحرينيين أو حتى عدم توظيف البحرينيين بالمرة في الوظائف ذات القيمة المضافة في البحرين. طبعا تزداد أعداد العاطلين وتبقى النسبة ثابتة لا تتحرك في وزارة العمل على أنها 4.3، إذا بينزلون شوي يقولون 4.2 4.1، ما ينزلون عن 4 تحت أي سبب من الأسباب. طبعا في مجموعة خلنا نقول إليمنتس أو معطيات لحسبة البحرنة نفسها أو العاطلين من البحرينيين، طبعا هذه أيضا مجهولة غير واضحة، لا نعرف كيف يتم حساب هذه النسبة، إلا أن في الفترة الأخيرة طبعا أحد البرلمانيين أبو سلمان أخونا عبد النبي سلمان قام بعمل إحصائية على شريحة معينة من العاطلين في البحرين، وخرج بنتائج مغايرة على ما يصدر من وزارة العمل، وحصرها بين 18 إلى 19%. طبعا أنا لن أناقش البحرنة والعاطلين ونسبة العاطلين، هذا مو موضوعي، ولكن مرورا سريعا على هذا الموضوع. وأيضا المتابع يلاحظ التصريحات الغريبة والعجيبة في البحرين. مهما يكون ومهما تكون العمالة البحرينية، إذا صح هذا الإدعاء أنها غير ماهرة مثلا، لا يصح بأي حال من الأحوال أن يتهم البحرينيون بأنهم غير مبدعين، أو يخرج وكيل وزارة العمل ويقول ليس هناك إلزام للمستثمر الأجنبي الذي يأتي إلى البحرين بأن يوظف البحرينيين، أو يظهر لنا آخر عميد الرجل عميد في مجلس الشورى منذ أن بدأ مجلس الشورى إلى الآن هو موجود، ويتهم البحرينيين بالكسل
ويتهم البحرينيين بعدم المبالاة في أنهم يتمسكون بأعمالهم أو يبدعون في أعمالهم. كل هذه الاتهامات طبعا يدحضها تاريخ البحرين العمالي النضالي منه، وحتى التقني، وحتى تفوق العمالة البحرينية في كل المجالات حتى على مستوى الخليج العربي، وهذا مشهود له. هل هناك ما يلزم ببحرنة الوظائف تشريعيا؟ طبعا موجود، المادة 13 واضحة، تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطية أو شروطية. أيضا المادة 16 الوظائف العامة، اليوم سنستعرض شريحة عن القطاع الحكومي وكم نسبة العاطلين موجودين في الحكوميين، مع أن الدستور يتكلم بشكل واسع من حيث الحق. الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون. طبعا اليوم في 10,000 من المواطنين هيئ لهم أن يخرجوا من سوق العمل من القطاع الحكومي، قبالة أجانب موجودين لم نسمع من يتكلم عن تسريحهم أو إعطاهم الفرصة في التقاعد المبكر لتخفيف العبء المالي على الحكومة أو ما يسمى اليوم التوازن المالي الموجود. قبل أن ننتقل إلى الانفتاح الاقتصادي، أيضا هناك مواد كثيرة في قانون العمل، وأنا في رأيي الشخصي أن قوانين العمل أو الموجودة في قانون العمل قللت المساحة الالتزامية اللي موجودة في دستور مملكة البحرين، من أنه حق وجبه القانون ويكفله الدستور بتوفير وظائف للبحرينيين. يأتي قانون عمل بحريني ويضع أطر ضيقة ويحددها بنسبة 25% فقط، وتتطور هذه القوانين وتبقى هذه النسبة، وتتطور هذه القوانين بشكل أو بآخر وتمس هذه النسبة من خلال استعراضنا إن شاء الله إلى السلادات القادمة. الاقتصاد في المملكة في دستور مملكة البحرين، كيف عرف هذا الاقتصاد؟ الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة وتحقيق الرخاء للمواطنين. يعني إذا جاء الأجنبي إلى البحرين، جزء من التزام البحرين أو حكومة البحرين أو من هيئة لهذا الأجنبي أن يستثمر في البحرين، أن يبين له ويوضح له بأن هناك التزام دستوري بأن وجودك واستثمارك في البحرين وتحقيقك لهذه الأرباح الكبيرة جزء منه لرفاء والرخاء للمواطنين الموجودين. كيف يكون هذا الرخاء؟ بمشاركة المواطنين في هذه المؤسسات، بنسب عالية، ليس نسب قليلة. الانفتاح الاقتصادي، لن أتكلم عن الاقتصاد وأستاذي الدكتور موجود، ولكن يعني سريعا عرف الانفتاح الاقتصادي في الاقتصاد السياسي على أنه الدرجة التي تصل إليها المعاملات الاقتصادية غير المحلية، الاستيراد والتصدير، في حدوث تأثير على حجم النمو الاقتصاد الوطني القومي. طبعا هاي تعريف من موقع باحثون مصريون دكتورة أمل حسين. ما الهدف من الانفتاح الاقتصادي؟ أيضا أتركه للدكتور، لكن أنا يهمني مفردة واحدة في الانفتاح الاقتصادي. في كل ما قرأت في الويكيبيديا وبعض الدراسات، أنا تخصصي في العمل النقابي واقعا، لا أفهم في الاقتصاد كثيرا ولا أدعي أني أفهم، حاولت أن يعني أحيط بالموضوع من حيث الزاوية اللي أنا أريد أن أتكلم فيها. طبعا هناك أهداف كثيرة من الانفتاح الاقتصادي، التنمية، زيادة حركة النمو الاقتصادي، خلنا نقول التيرن أوفر، الاستثمار، ليكويديتي، سيولة الأموال وإلى آخره. لكن في هناك شيء مهم من هذا الانفتاح، وهو إيجاد مشاريع توفر فرص عمل جديدة ذات قيمة مضافة تساهم في القضاء على البطالة من جهة، ومن جهة أخرى تساهم في القوة الشرائية. هذا موضوع أتمنى بعد أيضا الدكتور لو يسلط الضوء عليه. أنا عندي أرقام كثيرة موجودة وإحصائيات عن قيمة ما يخرج من البحرين ومن الدول
الخليج بشكل عام من العمالة الوافدة والماجنت سوركر موجودين في البحرين، وهذا حقهم. لكن من يعمل السيطرة والكنترول على تواجد هذه الأعداد الهائلة في هذه الدول، البحرين اليوم طبعا نستعرض قدام لا يعقل ما هو موجود، يعني قوة العمل الموجودة اليوم في البحرين حق المواطنين لا تمثل حتى الربع من قوة العمالة الوافدة الموجودة داخل البحرين في يعني شتى مشارب وأنواع وقطاعات العمل. فهذا التزام أيضا ما في أحد يستثمر في أي بلد من البلدان ولا في أي قطاع من القطاعات إلا يريد جزء من هذا الاستثمار أن يكون عائد عليه هو شخصيا، أو عائد على مواطنيه، عائد على الرفاه بشكل عام في المنطقة اللي هو يتكلم فيها. هل البحرين البحرنة تعيق الانفتاح الاقتصادي؟ في المقدمة قلت عندنا تجارب رائدة، بل العكس، نحن عشنا فترات السبعينات والثمانينات وجزء من التسعينات، كان هناك انفتاح اقتصادي، كانت هناك طفرات، كانت هناك فرص عمل كبيرة واستثمارات كبيرة. من الذي قاد هذه الاستثمارات؟ باتلكو. من قاد باتلكو؟ عندي رمز من رموز باتلكو الدكتور، عندي مكي أو حسين، وعندنا نماذج كثيرة لو أستعرضها اليوم. قادت العمل بحرفية ومهنية وبدرجة عالية من العطاء والوطنية والولاء للبحرين والاقتصاد البحرين ولرفاه البحرين. من يدعي اليوم أن البحريني كسول، البحريني غير مبدع، البحريني غير مقادر؟ إذا كان هذا صحيح فمن يدعيه هو المسؤول الأول عن كسل البحريني، هو المسؤول الأول عن عدم إبداع البحريني إذا كان هذا صحيح. لكن أنا أجزم لكم أن هذا كلام غير صحيح بالمرة وغير منطقي، وتكذبه التجارب التي عشناها، التجارب القريبة. نحن من أجيال متقاربين بعضنا البعض، كانوا البحرينيين يقودون مجالس الإدارات وكانت إدارات ناجحة، لم يكن فساد كما هو موجود اليوم، لأن البحريني في النهاية حريص على هذا البلد، حريص على وطنه، حريص على سمعته التي هي جزء كبير منها سمعة البحرين. عندنا تجارب شركة بابكو، شركة بنغاز، شركة ألبا، شركة البتروكيماويات، كل هذه الشركات في فترة من الفترات جاءت باستثمارات بمساهمات إما على مستوى دولية أو إما على مستوى شركات مساهمة موجودة، ولحد اليوم العمال يحصلون فيها على امتيازات إضافية على الأجور. هذا ما نعبر عنه القيمة المضافة التي تجلب البحريني إلى مثل هذا العمل، مثل التأمين الصحي، نظام الادخار، نظام الإسكان، القروض الميسرة وكثير من الأشياء الموجودة. أنا أعمل في أحد هذه الشركات، أعمل في بنغاز، وأعرف إيش كثر موجود بنفيتس حصلت عليه النقابات بالتفاوض، لأن الشركة فيها مكنة اقتصادية وفيها عمالة بحرينية مخلصة، وهناك مشروع استثماري ناجح. كان الغاز في البحرين يحرق يهدر، وهذه أمثلة موجودة. فاليوم محتاجين إلى محاكاة إلى مثل هذه التجارب الناجحة اللي كانت موجودة في البحرين، وأنتجت لنا أيضا نماذج من العمالة المهنية في شتى المجالات. يعني أنا ما أتكلم في القيادة فقط كمدراء أو خلنا نقول مجلس إدارة، حتى مهنيين. في أحد القصص الغريبة العجيبة في بنغاز، عندنا محطات تنتج 72 مليون كيوبيك فيت أوف غاز. هذه المحطة تعطلت في الليل، أنا كنت سوبرفايزر أشتغل، وكانوا السبيشاليست من الدنمارك وسيمنز، من وين سيمنز أعتقد من ألمانيا، موجودين على أساس يشوفون شنو المشكلة الموجودة. يعني كان عندنا شتداون وتعطلت في الليل، عجزوا كل الموجودين بلا مبالغة، مية قصة خيالية، الشخص موجود واسمه موجود، وممكن أعطيكم حتى اسمه تتكلمون إياه. قالوا إن تصليح الكومباشنج اللي هو لآلية اللي يكون فيها الراشيو مال الاحتراق عشان تشتغل التورباين، في قطعة صغيرة تحت هذه لازم تجي من ألمانيا ولا ما تشتغل ماشين. الأخ الموجود عندنا ما أدري صح لي أذكر اسمه أو لا، هو تكنيشن،
طلع القطعة وبنفسه سوى قطعة محاكاة لها 100% بالفايلينج، وركب القطعة وشغل المشين، وفر على الشركة قيمة القطعة حوالي 7000 دينار. هذا عامل بحريني، هذا الغير المبدع، هذا الغير قادر. احنا اذا عدنا اولاد في البيت، هذه نظرية تربوية انا ما اتكلم فيها، اذا تكسر مجاديف ابنك وتقول له انت مخطئ، انت غير قادر، انت كذا، مستحيل يبدع. احنا اليوم قاعدين نواجه هذه المشكلة في البحرين، اولادنا اللي يتخرجون يوحون لهم الى اذهانهم انكم غير مبدعين، المبدع الاجنبي. وعلى فكرة لا اتكلم بتمييز ضد الاجنبي، الاجنبي في الاتحاد العام محترم وتصان حقوقه، ونحن ندافع عن قضاياهم حتى الى المحاكم، والاتحاد العام يدفع مبالغ كبيرة للمدافعة عن الماجرنت وركر المهاجرة الموجودة. انا اتكلم عن المفارقات الغريبة العجيبة اللي موجودة اليوم في البحرين. ميزان القوى العاملة في البحرين، عدد القوى العاملة بحسب هيئة تنظيم سوق العمل في الربع الثاني، مع الأسف تدخلون اليوم على هيئة تنظيم سوق العمل، احنا دخلنا سنة 2019 آخر إحصائية موجودة الربع الثاني، تبقى الربع الثالث موجود والربع الرابع مو موجود. كنا في بداية 2006 يتكلمون عن برنامج دقيق بدقة زر تحصل على المعلومة، على الريشيو، على النسب، على هاي. انا يعني امس طال مشتغل عليها، يعني اليوم بعد نزلوا شيء جديد انا ما اعرف. كنت في النرويج، كانوا يتكلمون عن هيئة تنظيم سوق العمل عندهم كيفية العمل فيها، اعطوني حتى بعد يعني ديسك موجود عندي، شهريا مع بداية اول شهر تطلع الاحصائيات كاملة. سألتهم كيف تطلع احصائيات كاملة، يعني محتاج لمن يجلس ويعد هذه الاحصائيات وهو كل شهر؟ السيستم مصنوع من بدايته، من بداية السيستم يجي ناصر بيدخل معلومة، ما يقبل معاملتك إلا ما لم تكن المعلومات وافية في السيستم كامل. مع تاريخ 1 من الشهر الجاي كل المعلومات الموجودة المقبولة والصحيحة اللي اعتمدت اوتوماتيكلي تطلع النتائج مالها، ما يحتاج واحد يجي يحسب كم بحريني دخل، كم أجنبي طلع، كم. هي المعلومات الانترينج اوف انفورميشن معمول بهذه الطريقة. طبعا هناك عندهم، ما بقول لك، عندهم الصدق بصدق، يعني ما في مثلنا احنا واحد يقول له كم عامل يسجل 3 هم 4 مثلا، والمعلومات اللي عندهم الباك جراوند حتى لو كتب 3 ما تنقبل معامله، لان المعامله المعلومات الموجوده مي صحيحه. فاحنا اليوم نتكلم عن عماله البحرينيه مثل ما تشوفونها 158,814 عامل، العماله الاجنبيه غير بحرينيه هاي في الربع الاخير 600,857 عامل. الداخلين الجدد في الربع الثاني، الربع الثاني يعني من مارس إلى جون، البحرينيين 1,363، والداخلين من غير البحرينيين 39,000، يعني نقول 40,000، يعني بنسبة شنو؟ 96% لصالح العمالة غير البحرينية. أنا أقدر أن في شغلات ما سويها البحريني أو ذات مردود قليل، الكونستراكشن اليوم مثلا البناء، وحركة البناء في البحرين سريعة، بس مع الأسف من خلال حتى الإحصائيات اللي ممكن أنا ما قدرت أغطيها كلها هني، الآي تي عندنا عاطلين في الآي تي. أمس سمو رئيس الوزراء يوجه إلى توظيف الجامعيين العاطلين، وهذا اعتراف من الحكومة نفسها. فإذا كان توجيه لتوظيف العاطلين الجامعيين، عندي نموذج هنا أخونا عبد الله، يعني من زمان علاقة بنا في الاتحاد، رايح جاي مسكين، حفية رجولة جامعي عنده ماستر، وكثيرين موجودين. فمسألة 4.3 العاطلين ينبغي مراجعتها، وينبغي أن تكون واضحة أكثر ما هي عليه، حتى لا يتضايقون الجماعة من كلامي في الوزارة. ميزان القوى في القطاع العام والخاص في التأمينات الاجتماعية، وأيضا في الربع الثالث، هذا أكثر تطورا شوي في الربع الثالث، مقبول يعني أن احنا حين تولى داخلين جانيوري من خلص الحين ما في مشكلة. العمالة غير البحرينية 54,000 عامل، هاي طبعا شفتونا أعتقد حتى في الجرائد، والعمالة البحرينية 5,000 عامل، يعني النسبة متقاربة عما ذكر في هيئة تنظيم سوق العمل 90 إلى 10،
هناك يعني حتى 6.5 يعني 6.5. أنا بمشي شوي سريع لأن أساس أخاف وقت يأكلني يعني. ميزان القوى العاملة في البحرين، القطاع الحكومي إجمالي القوى العاملة في مع نهاية 2018 64,683، العمالة غير بحرينية 13,153، نسبة العمالة غير البحرينية 20%. نرجع حق السلايد رقم واحد، ولا يولى الأجانب، مع تحفظي على كلمة الأجانب في الدستور، ولا يولى الأجانب الوظائف في الحكومة إلا في الحالات التي يحددها القانون. احنا نخاف واجد من التعبيرات هذه الفضفاضة الموجودة، يحددها القانون وبعدين يطلع منه القانون رجل human judgment ذات، يعني في ظروف معينة سياسية اقتصادية ما أعرف شلون يجي واحد يحددها، أو مجموعة من الرجال خلنا نقول برلمان شورى أي إن كان متخصص ومتخصص، خلاص وصل في ذا الموقع من حق اليوم يحدد لنا ما يحدده القانون. هل هناك ما يستلزم أو ما يلزم المستثمر بتوظيف البحريني؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أعتقد هناك عدة أسئلة يجب أن نطرحها أيضا. هل هناك تكافؤ في الفرص؟ الخبرة، نعم هناك خبرة بحرينية قادرة. الكفاءة، نعم هناك كفاءة بحرينية قادرة ومبدعة، وحتى في بعض المراحل أفضل حتى من العمالة المهاجرة الموجودة في البحرين. أصلا العمالة المهاجرة أغلبها حسب خبرتي قليلة في مجال عملي، لما يجون في البحرين والدول الخليجية يكتسبون المهارات عندنا هنا في البلد، ما يجون بالخبرات الكاملة والناضجة إلا القليل منها. عندنا الخبرة، عندنا الكفاءة، عندنا الثالوث الثالث وهو الأجر. القدر يوضع على ثلاثة زوايا أو ثلاث ركائز، إذا طاح ركيزة من هذه الركائز يسقط القدر. والأجر هو العامل الرئيسي بالنسبة لرب العمل في التنافسية، لأن الخبرة موجودة، الكفاءة موجودة. أي واحد منكم موجود هنا حصل له واحد عنده خبرة عنده كفاءة، بس هذا يأخذ 25% من اللي راح يأخذه الثاني. لو 10% فرق، لو 5% فرق، راح يفضل اللي كلفه أقل. ما لم يكن هناك حد أدنى للأجر، وأنا اطلعت على التجربة النرويجية واجد بتكلم عنها، ما تخلصوا من هذا الموضوع إلا لما وضعوا حد أدنى للأجر، فصار العامل النرويجي مرغوب عند رب العمل لأن الكوست صار متساوي واحد. هل هناك عدالة في الحقوق والواجبات؟ طبعا الأجنبي أيضا عنده استعداد العمل عدد ساعات العمل أكثر، يمكن 10 ساعات في اليوم، ما عنده مانع بسبب عدم ارتباطاته الاجتماعية. اليوم كلكم أنتوا خلصتون أشغالكم، رحتون البيت، ريحتون شوي، ليش الليلة عندي ندوة الساعة 8؟ الأجنبي ما عنده هذا الجانب، هذا مظلم شوي عنده. عقد العمل نفسه، البحريني يرغب أن يكون عقد العمل دائم لأنه بيرتب عليه حياته كاملة، بياخذ قروض، بيتزوج، بيبني بيت و إلى آخره. الأجنبي ما عنده مشكلة أنه حتى لو كان عقد عمل مؤقت، وبالتالي بالنسبة لرب العمل لما أنا تعطيني واحد عقد عمل مؤقت أقل التزام بالنسبة لي، ممكن أتخلص منه أي وقت، أي طارئ يسعدني ممكن أنا أمشي. شروط عقد العمل نفسه، يعني عندنا بعض العمالة الأجنبية تقول لك أنا حتى في القانون اليوم موجود تشتغل أوفر تايم، يخير العامل بين يأخذ أيام أو يأخذ فلوس. العامل الأجنبي مثلا قد يقول لك أنا حتى في الويكند بجي لك، ما عندي مشكلة، ما عندي صلاة جمعة، ما عندي بيت العيلة، ما عندي ما أدري شنو، ما بجي أشتغل، أنا جاي أشتغل أعمل. كل هذه الشروط اللي نتكلم عنها لا تجعل كفة التكافؤ بين العامل البحريني والأجنبي واحدة. الرفاع الاجتماعي، أنا شخصيا لو أطلع من البحرين وراح أشتغل في أمريكا، جانب الرفاع الاجتماعي راح يقل عندي على قدر ما أنا يعني عندي من خلنا نقول بحبوحة في الاقتصاد، علاقاتي الاجتماعية، معارفي، هذا أيضا يجعل كفة الأجنبي بالنسبة حق القبول بشروط وعقد العمل أسهل عندي رب العمل منا إلى العامل البحريني. ثانيا، هل الوظائف المقدمة تتناسب التأهيل المهني الموجود؟
أنا بستعرض بشكل سريع بعدين تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل. في عندنا اليوم مدارس للتأهيل المهني، أنا أتكلم مدارس يعني تقدم مادة علمية وتتبعها بمادة خلنا نقول براكتيكالي بعد. كان الدكتور كان جاي في مجلس النوعي فترة وكنا نتكلم عن الابرنتسشيب اللي كان في بابكو، فعلا كان هذا النظام قديم موجود من أيام الإنجليز، لما فعلناه واجد وظفنا ناس كثيرين في قطاع النفط والصناعات في المجلس النوعي. وأخيرا لو عكسنا السؤال، هل هناك ما يلزم المستثمر بتوظيف غير البحرينيين؟ المفروض يكون السؤال بهالطريقة، لأن في التزام دستوري، في التزام في قوانين العمل، المستثمر يأتي إلى البحرين وتوفر له كل سبل جلب العمالة الأجنبية من الخارج إلى الداخل، لأن المستثمر يفكر في مصالحه بعد ومن حقه طبعا، والتنافسية مطلوبة وموجودة، وهذا موضوع حساس، لكن أنا أناقشه من الجانب الوطني اللي أنا أؤمن فيه، وأن هذا حق الدستوري، أن أنا أعيش في بلدي عاطل في الوقت اللي أشوف فيه أجانب أو خلنا نقول مهاجرين موجودين يتبوؤون مناصب ممكن للبحرين يتبوؤها ويعيش في رخاء حسب تعبير الدستور الموجود. ما هو وضع سوق العمل قبل إنشاء تنظيم سوق العمل؟ كان تركيبة بسيطة، مجلس أعلى للتدريب المهني الجيد فيه كان ممثل بأطراف الإنتاج الثلاثة، وكان الاتحاد العام لقوات عمال البحرين ممثل في هذا المجلس، وكانت هناك معارك ضارية وطنية نقدر لكل وجهة نظرة، التجار والحكومة كل من يسعى من وجهة نظر وطنية. 7 مجالس نوعية بحسب القطاعات، وكانت ترتب أمور العاطلين في كل قطاع وتحاول أن تتواصل مع الشركات المنضوية تحت القطاع وتوفر له وظائف. معهد للتدريب المهني مع الأسف خسرناه، كان بالإمكان البناء عليه، كان بالإمكان تطويره، كان بالإمكان الكثير الكثير من هذا المعهد، لأن كل الدول المتقدمة اليابان كوريا الصين الكثير من الدول اللي أنا تابعتها لازم في هناك معاهد مهنية. إحنا شيء مهني في البحرين يعني قليل تحصل شيء مهني أو كبشنال، حتى مراكز صحية مهنية ما في، يعني واحد مرض مهني ما في مركز يعالجه بالمرض المهني، يعالجه مثل أي مريض يعني. طبعا كان في التزام بالنسبة للبحرنة الواردة في مواد قانون العمل اللي هي قانون 23 لعام 1976 على قلة المارجن 25%، بس كان في عدة نصوص كثيرة موجودة في تفتيش على البحرنة، في تقارير قدمونا من وزارة إلى وزارة العمل عن نسب البحرنة، في متابعة سنوية، في متابعة شهرية، في كل موجة من التوظيف لازم يقدمون. تأخرت أنا دكتور؟ أشوفك تحوس يعني. نسبة البحرنة قبل إنشاء قوى اللي هي الإماري، نسبة البحرنة بحسب إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص أنا أتكلم فقط، وهذه الإحصائية ما أخذناها أنا من الإماري نفسها، قبل لا يبدأ العمل مع تنظيم سوق العمل في 2006 كانت الإحصائية دي موجودة مع بداية 2017، فهذه تقدر تحسب أنت مالة 2016 أو جزء من 2007 استغفر الله 2006-2007 كانت نسبة البحرنة 26%. القوى المؤثرة، هذا الفكتر بنرجع له قدام إن شاء الله، القوى المؤثرة في العمالة البحرينية قبل 14 عام الكل يتذكر هذا الشعار رفع في البحرين، شعار الخيار البحريني الأفضل للعمل، أن يكون البحريني الأفضل للعمل. تذكرون شركة ماكنزي، تذكرون الملايين اللي صرفت على هذا البرنامج، وتذكرون التوصيات اللي طلعت واللي يتابع يعني حتى الجرائد الحين موجودة، يعني كانت الدنيا وردية صراحة يعني. وطلعت بعدين بالتوصيات أن هيئة تنظيم سوق العمل وتمكين، لكن اليوم عقب 14 سنة هل أصبح البحريني هو الخيار الأفضل؟ إذا فشلنا في تحقيق هذا الهدف هل من مراجعة؟ هيئة تنظيم سوق العمل ما زالت تقدم، أصبحت اليوم source of money،
رافد مالي للبحرين ولا تمكين ولا المنظومة. احنا في تصورنا إذا كان البحرين الخيار الأفضل يجب أن يكون هناك نسب معينة تتناسب مع مخرجات التعليم في البحرين، بحيث كل ما يدخل عليه فلوس أدرب فيه بحرينيين. صارت منظومة دائمة وصارت رافد من روافد الاقتصاد اليوم إنه موجود هيئة تنظيم سوق العمل، وتمكين أيضا مع ما قدمته من الكثير، واحد ما بخصم حقهم ما زال تحتاج إلى الكثير أيضا. ما زال عامل البحرين خارج أطر منافسة مع العامل غير البحرين لعدة أسباب، منها عدم وجود حد أدنى للأجر، وبح صوت الاتحاد العام نقابات عمال البحرين والمهتمين بهذا المطلب إنه يجب أن يكون حد أدنى للأجر. نحن قابلين حتى لو يكون هناك نسب، يعني حد أدنى للأجر العامل المهاجر مثلا ما تبخص حقه، وأيضا البحريني. عدم موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وهذا مطلب قديم جدا والكل يدعي أنه يسعى إليه، لكن ما في دراسات واقعية موجودة على أرض الواقع اليوم. عدم الالتزام وعدم تطوير نسب البحرين في قانون العمل، 25% باخذ 25%، ما نتجرأ نقول والله يا جماعة خلنا نسوي 30%، خلنا ناخذ مارجن أعلى شوي، خلنا نقبل التحدي، وإذا ما حصلنا بحرينيين بعدين يصير خير. إحنا اللي بنشوفها الحين لا، صارت الأمور أكثر فضفاضة في مسألة البحرينيين. صار استحداث أنظمة تسمح بزيارة العمالة غير البحرينية على حساب العمالة الوطنية، مقابل شنو؟ مقابل زيادة في الرسوم. أنا لم أجد فيما ما تابعت غير الرسوم، ما لم أجد يعني شيء ممكن يقنعني بأن أنا أدخل أجنبي على النسبة اللي قررها الدستور، الحق اللي قرر الدستور والنسبة اللي قررتها وزارة العمل في قانون العمل 25%، وأجي اليوم أنتهك هذا القانون لمجرد زيارة الرسوم. نظام البحرنة الموازي يمكن بعضكم سمع عنه بعضكم ما سمع عنه، وعقد العمل المرن هذا لين ما خلى ما أبقوا شيء على البحرنة بعد. تمكين طبعا أنا ما أخذ هذا من تعريف تمكين من الفيو مالهم من السايت مالهم. تتمحور صلاحية تمكين بشكل رئيسي حول رفع كفاءة المواطن البحريني للدرجة التي يكون قادرا فيها على المنافسة في سوق العمل والمساعدة في خلق فرص وظيفية ذات قيمة مضافة. هل قام التمكين بالدور الذي أشيعت من أجله؟ سؤال يطرح اليوم بعد 14 سنة أو 12 سنة. ما ممكن للمتابع أن ينكر أن تمكين لم تقم بالدور، قامت ولكن لم تقم بالدور المتوخى منها. لهم إنجازات كبيرة، وواحد يجب أن يكون يعني حقيقي وصادق مع نفسه. هل جعل التمكين من العامل البحريني قادر على المنافسة في سوق العمل؟ نستطيع أن نقول بقدر ما، ولكن ليس المنافسة اللي احنا كنا نتكلم عنها في سوق عمل مفتوح اليوم للأجنبي بشكل واسع، إلى الشركات عابرات القارات التي تأتي إلى البحرين ولكل الدول تفرض هي شروطها في عقد العمل. هل وضعت قواعد عادلة لتكافؤ الفرص من البحريني وغير البحريني؟ لحد الحين أنا ما في قواعد، ما أشوف قواعد عادلة. في دعم من الأجور حق البحرينيين، وخلال متابعتي كأمين عام للاتحاد لنقابات عمال البحرين تجيني حالات للفصل قبل أن تنتهي، لأن السنة الأولى 70% بعدين 50% بعدين 25%، يكون في دعم للأجور من قبل تمكين. هذا 25% السنة الثالثة الخطيرة يبدأ رب العمل يتحجج على العامل. سنتين قبليتين اللي كانت تدفع فيها 50 و70 أو 75% من أجر العامل كان مرتاح من العامل، جدا مرتاح، ما في شكاوى ما في أي شيء. آخر سنة تبدأ العراقيل بحيث أنه ينتهي به المطاف إلى أنه يفصل تعسفيا أو بطريقة ما، وعلى العامل أن يبدأ هذه المرحلة من جديد مع عامل بحرين من أول وجديدنا بحيث يدعم هذا الأجر إليه. وهذا الموضوع رفع لوزارة العمل، ملاحظاتنا وصلت وهم يتابعونه، وعدوا بي يعني بوضع حمائيات لحد الحين يعني بس ما قال لكم سلايد. يعني القرارات التي أثرت في نسب البحرنة، نظام البحرنة الموازي طبعا هو نظام وضع ليساعد الشركات التي تحتاج المزيد من تصاريح العمل لغير البحرينيين
ولكن لم تبلغ مستوى البحرنة الذي يؤهلها الحصول عليها. وينص النظام الجديد على أن من يرغب في الحصول على تصاريح إضافية ولم يبلغ نسبة البحرنة، بعد قاعد يقول لم يبلغ نسبة البحرنة المطلوبة، بإمكانه دفع مبلغ إضافي على رسم الإصدار ليكون تصريح جديد يصدر خارج نسبة البحرنة. هذا طبعا جاء الحين وخلنا نقول حكم بالإعدام على البحرنة أو نسبة البحرنة الموجودة في قانون عام 25%. يعني لو واحد عنده 3% ممكن يدفع فلوس شوية زيادة ويأخذ بيزات. طبعا في مبالغ موجودة تدفع على أساس أن الوقت خلص. أنا حسبته طلعت بمعدل 37 دينار ونص عن كل عامل. احنا إذا جودنا مثلا الوظائف ذات القيمة المضافة في الآي تي، خلنا نقول هاي متوسطة، يعني فيها 700 دينار فيها 800 دينار، وقلت حق رب العمل بوظف لك بحريني 700 دينار واظف راتب ماله في الآي تي، بتدفع عليه تأمين اجتماعي نسبة مبلغ معين، عنده إجازات عنده حوافز، لو تجيب أجنبي بنص المبلغ 350 دينار وتدفع عليه شهريا 37 دينار، حسبها من الكوست 37 دينار ونص عن طريق عمل البحرنة الموازي، بيختار من؟ لما تكلم انت عن رجل أعمال جاي تاجر يبي يربح، هو ينظر للمال ما ينظر لشيء ثاني، طبيعة هذا. أي واحد فينا يكون في هالموقع بيطالع الكوست والربح ماله. طبعا حاول تحصل على إحصائيات على هذا النظام، لم أجد إحصائيات موجودة على السايت. نظام العمل المرن الكل يعرفه، كان مستهدف فيه فئة معينة موجودة غير موثقة أوراقها الرسمية، وقالوا من 48 إلى 50,000. اليوم توسع، يا للعجب، يعني توسع بحيث أن اليوم مطروح الدومستيك وورك العمالة المنزلية أن تعالوا أعطوها عقد عمل مرن، مع أن العمالة المنزلية وأن كما تحريض، يعني تحريض ضمني، العمالة موجودة داخل البيوت، كيف يعني هذه يا هاربة أو عليها مثلا قضية؟ ما في يعني فري فيزا عمالة منزلية اليوم. اليوم نتكلم حسب الإحصائيات قالوا 2000، بعدين قالوا 4000 5000 من سجل في هذا النظام من أصل 48 إلى 55,000 عامل. سؤال يطرح نفسه، من أين أتوا هؤلاء 50,000 عامل إلا أوضاعهم غير مسجلة في هيئة تنظيم سوق العمل؟ نزلوا البرشوت يعني؟ لما ترجع اليوم إلى أي شخص موجود عندك المعلومات ماله، من جاب البحرين، أي وقت نزل، بأي تذكرة، وش يشتغل، موجود، أكيد موجود، وكأنما هيئنا الظروف إلى هذه العمالة أن تكون رسمية موجودة. بخلص الحين دكتور، أنت تحرك أنت، أنا واجد تحركت. الغريب أنه حيث يمكنه العمل في أي وظيفة غير تخصصية مع أي عدد من أصحاب العمل، أنا عقد العمل يقول لي مالك حق تعمل إلا ويا مع رب العمل، هذا مفتوح له يشتغل في أي مكان. ولذلك ما أخذ الاتحاد العام على هذا الموضوع كبيرة حقوقية بالدرجة الأولى. هذا جاي يبي يسوي فلوس، يبي يعدل الوضع الاقتصادي، ما المانع أنه يشتغل 16 ساعة و 20 ساعة؟ ما المانع أنه يشتغل في أماكن خطرة؟ وين التفتيش على هذه العمالة؟ أي رب عمل من حق وزارة العمل أن تدخل عليه وتفتشه، هذا أين أجده؟ لا يوجد سجل تجاري، لا يوجد مكان، لا يوجد له عنوان. أدوات السلامة الشخصية البي بي ام كوبمنت اللي يتكلمون عنها، اللي يشترطون عليها في الشركات ويعاقبون عليها، ما نضام أن هذا ما يؤذي روحه، هذا بشر في النهاية. لو سكيلز بيبول يجيبون يحط إيده في السيليكون، يحط إيده في الكيميكال، يحط إيده، هو بيسوي ينتج، ما عنده هذا الوعي الموجود الكامل، ما عنده حتى شهادة مهنية، لم يشترط النظام حتى شهادة مهنية. يا أخي هاي كهربائي أسوي له تيست وأعطي شهادة أنه كهربائي وأقول له تفضل، هذا عقد عمل مرن، أقل شيء أنا هذا أقوله. الرسوم طبعا معروفة بالإضافة إلى 30 دينار. نتكلم عن نسب البحرينيين في القطاع الخاص إجمالي القوى العاملة بعد تمكين وبعد هيئة تنظيم سوق العمل وبعد العقد العمل المرن وما أخذنا على عقد العمل المرن وبعد كل ما قدم والعمل البحرين الموازي، النسبة نزلت إلى 20-21%. يعني هل نستطيع أن نقول أننا قبل هيئة تنظيم سوق العمل كان وضعنا أفضل؟
لا أحد يستطيع أن يجزم بهذه الحقيقة، لأن عدد العمالة الأجنبية ارتفع على عدد العمالة البحرينية في تناقص. اليوم إحنا عندنا حوالي 700 ألف وشوية، يعني حوالي 4 مليون عمالة أجنبية، وما ندري قدام إحنا وين رايحين. طبعا عندنا كثير من ال خلصت. أنا بأخذ لكم بس الخلاصة. بحرنة الوظائف التزام دستوري يجب التقيد به، لا تعارض بين البحرنة، بحرنة الوظائف والانفتاح الاقتصادي. المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للأجور مقام الأطراف إنتاج الثلاثة يحدد الأدنى للأجر تبعا لسياسة الدولة المالية والضريبية. اليوم بعد عندنا إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي، كل قرار اقتصادي له جوانب اجتماعية، يجب دراسة كل قرار. احنا سوينا مؤتمر الضريبة وشاركتوني عنا فيه، كان ضمن مخرجاتنا نبى نعرف شنو الجانب الاجتماعي المؤثر في هذه الضريبة. مراجعة نظام العمل المرن، تطوير عملية التعليم، هيئة تنظيم سوق العمل ما زالت بحاجة إلى تطوير عملها بحيث تكون قادرة على تهيئة الفرص. يجب الالتفات إلى مخاطر الانفتاح الاقتصادي في تجارب مريرة، وأكبر تجربة وأنصع تجربة والكل سمع عنها تجربة الاقتصاد المصري، مثالا واضح موجود. ولا أحب أن أطيل أكثر ما أطلت، اسمحوا لي على الإطالة، اسمح لي دكتور على الإطالة، ولكن هناك لا كثير.